بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شهر رمضان ليس زمنا عاديا بالمعيار الإلهي، بل هو زمن مميز مبارك وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم النصوص الكثيرة التي توجه المسلم لاستقبال شهر رمضان المبارك. إن على المسلم أن يتهيئ نفسيا وعمليا لاستقبال هذا الشهر الكريم. ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه لاستقبال الأمور المهمة في حياته، وأن لا يتعامل معها بعفوية واسترسال. فإذا أراد مثلا أن يلقي كلمة فعليه أن يعمل للتحضير لها جيدا، وعلى غرار ذلك إذا أراد أن يحضر اجتماعا فيجب أن يعد نفسه ويرتب أفكاره. ينبغي للمسلم أن يضع لنفسه برنامجا عباديا خلال الشهر الكريم، فلا ينبغي أن يكون يوم صومك كيوم إفطارك. فأين برنامجك لقراءة القرآن الكريم؟ وأينك عن الدعاء والعبادة وصلاة النوافل وصلة الأرحام ومساعدة الفقراء وطلب العلم والمعرفة؟ للقيام بجل هذه الأمور ينبغي أن يضع الإنسان لنفسه برنامجا يستثمر من خلاله هذه الأوقات الشريفة في هذا الشهر الكريم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، ونسأله تعالى أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وأن يوفقنا وإياكم للاستفادة من بركات هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.